بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. من نفحات شهر رمضان وفي أيامه المباركة يتم النصر في يوم الفرقان، في يوم غزوة بدر الكبرى، وفي رمضان أيضا يتم النصر في غزوة الفتح. وما أدراك ما الفتح؟ فتح مكة التي كان عندما خرج منها خرج بكلماته الحانية ودموعه الرجراجة ومشاعره الفضفاضة قائلاً: والله يا مكة، إنك لأحب أرض الله إلي وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وبينما هو يخطو خطواته عند الجحفة ويعلم رب العزة ما بقلبه من شوق وحب ورغبة في مكة، فينزل عليه الوحي ليقول له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فكان عليه الصلاة والسلام وهو خارج منها على يقين أنه سيعود، لأن رب العزة أوحى إليه بذلك، فهاجر وهاجر من قبله ومن بعده أصحابه. لم يستبق في مكة من أحد سوى علي بن أبي طالب، وهو ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. استبقاه لماذا؟ ليرد الودائع التي كانت عنده لأهل مكة. الودائع، وما الودائع؟ هي نفائس، هي ذهب، هي أموال، هي خصائص، ما كان الواحد منهم يأتمن عليها عظيما من عظماء مكة، بل لا يأتمن أباه ولا أمه ولا أخاه ولا قريبة ولا صديقة. ما كانوا يجدون أشد أمانة من رسول الله.